ماشي خلينا ما غير درت واحد الوقيفه واحد البوز غير باش نعرف اشنو لانه اكيد هذه واحد العامين ولا عام ونص تقريبا وقعت بزاف ديال التغييرات في المجال الفني المغربي واكيد الحمد لله فيها الايجابيات اكثر من السلبيات لانه الحمد لله كتشوف اغنيه مغربيه يعني انطلقات وانا كنسمعها في الشرق كنسمعها في منابر اعلاميه عربيه هذا شيء جميل لكن اوتوماتيكمون بغيت ندير واحد الوقيفه او درت واحد الوقيفه غير باش نعاود نشوف كيفاش نقدر نساير هذا التغيير مع المحافظه على النغمه الجميله والكلمه الجميله والانغام اللي كتوصل بواحد الاحساس جميل من القلب للقلب. وايضا هناك اكيد واحد الفريق عمل او هناك واحد التدبير واحد السير في تسويق واحد الفنان معين. انا كنتكلم على نفسي اذا اوتوماتيكمون خاص واحد الجلسه مع راسي مع كيفاش خصني نخدم كيفاش خصني نتسوق لانه اكيد دابا في ظل هذا الموضوع ديال الوسائل التواصل الاجتماعي تبارك الله فيسبوك تويتر انستغرام يعني ولات واحد الحركه يعني فريمون خاص تكون كتحسب مزيان يعني مدروسه اكثر. فكل ما في الامر هو انه حاولت انا ندير واحد الوقيفه باش نطلق لكن كنقولها من خلال هبه بريس وان شاء الله هبه بريس واكيد ان شاء الله غتكون ان شاء الله سباقه من بين المنابر الاعلاميه اللي ان شاء الله غتوصل الاعمال الفنيه ديالي ان شاء الله للجمهور المغربي. هناك اشياء في القريب العاجل يعني في القريب العاجل واشياء اللي فريمون اول مره غيشوفها الجمهور المغربي يعني اشياء اللي مودرن اشياء اللي ممكن غتكون واحد شويه ديال اش كيدير هذا ولكن ماشي بدلت الموجه انما كيفاش الانسان يبدل نو ماشي نسير الموجه انما درت واحد العملين واحد جوج ديال الاعمال اللي فريمون ممكن يعني بحال قلتي ماشي مغامره ولكن خطوه جريئه نتمنى ان شاء الله انه تعجب الجمهور المغربي وهذه دابا حمسك ملي قلت لك هذه القضيه الجريئه فاكيد انتظروا ان شاء الله الجديد عما قريب ان شاء الله ويكون جديد يعني تري سبيسيال ان شاء الله. ان شاء الله يعني الامر ما عندوش علاقه بالوعكس. لا 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 غير كانت وقفه اللي باش نعرف راسي اش كندير وفين غادي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.